جويني اول ما طلع في الاسبيرانس لا في 18 تذكروش كان يعمل سي سليم. احكي لنا كيفاش قابلته في ريستوران وما عرفتوش وشنو صار بيناتكم. تي بيان اونسيني. انا مشيت المكتب نتاعي مش بعيد على ريستوران تاع حمدي القصراوي، مشيت انا نفطر غاديك، هزيت راسي نلقى حد جاي يسلم عليا ومشى سلم عليا، ما خيش الوقت باش تثبت فيه. يا اخي اللي معايا قال لي عقلته هذاك، قلت له قال لي راه هذاك جويني، عاد له وش خي تعمل؟ قلت له في حياتك انت سامع لي كلام مش باهي وتاني با سيريو ودلو، قلت المفروض راك تلعب في اوروبا بالكاليتي اللي عندك، اكبس روحك ماذا بيه مع اشوفك في الريستورانات في الامان بسلام، لاني نؤمن بالوليد هذا نؤمن ما عنده حتى شيء ناقصه ريال مام. كلمته حتى كنت في دبي، كلمته زاد هي ساعة على ساعة انا لا غالب ما غالب به الجوين. مش كان هو خصيصا هاي معناها يصعب بالماتش ان يزمني نكلم حد ناس تليفون ما يعرفونيش راهو هذو ما لعبوش معايا راهو نعرف بروحي، يقولوا راهو معاك فلان عايش ولدي راك عندك كاليتي وما تخافش ماتش ديبلاسمون سي تون بريمي ماتش وكونترير راك حاضر وراك سيدهم وراك تنجم وراك رجال هكاك بون سي سي. شكون مثلا من اللي كلمتهم؟ ما نحبوا نحرجوا حد لكن كلمت الكارديان تاعنا معز. معز نذكر مره وقت اللي خرجت انا كنت في منطقه نائيه في العالم وتضرب تي سي وباش يلعب الكسراوي، الكسراوي ولدي انا جلو ريكروتي عمره 14 جبتو لسبيرونس وجبتو مع امه ومولد متربي وهايل وكذا كلمته باش تعمل؟ قلت له شو نقرا في الجرايد قالوا لو رومبلاسون باش يلعب تي تيتولير قبل تيزي. قلت له كان انا قعدت تيزي ما يلعبش معك انت، نفختو في صورته كذا عدا ماتش كبير تي كونتون دونك. جست نرجع للجويني ما تراش اللي مش باش ندافع عليه لكن ما تراش اللي في فترات مهمه من كارير وقت اللي هو يبدا سور اون كورب اسوندونت تجيه ديما ضربه اللي توقفه. شوف ثم حكايه لي بليسيور، ثم حكايه لو شوا معناها شوا دو كارير. جي جويني كونتيستي با لو بوبليك والبوبليك نتاعنا ما يرحمش، شفتوا قداش يهز الجمعيه راهو كي يلطخ ملاعب يلطخوا الله غالب هكا جمهور سعيب جمهورنا سعيب جمهورنا يفهم الكوره جمهورنا ذواق وجمهورنا حساس في نفس الوقت اكزيجون برشا. جويني يقعد على البنك ثلاث جمعات بعد مباراه سيئه وضرب الكوره على البار وفي لي فارغه تعديت كره تحت شقه ولا ما عادش تشوف قعد على البنك سيبيا بعد نهبطوه 0-0 اون ديبلاسمون مع المرسى مباراه نتاع بطوله ولا احنا خاسرين 0 جيب بينالتي يقول المباراه شوت عليه كل حد ينجم يشوت البينالتي الا جويني ينجم يكون هو خذا الانيسياتيف ما نخليهش انا جوجير عليه ما يشوتش ماهوش اون كونفيونس ماهوش اون كونفيونس ماكش باش تاخذ ثقه بينالتي دون ان مومون كروسيال انا نهبطك ونعطيك بينالتي كي نبدا رابح 3-0 كي تبدا ماركي انت دو بوت كي تماركي دو بوت نخرجك 80 مينوت نعمل لك ستاند ايفيشن من عند البوبليك سي كوم سا كون رومي ان جوار اون سيل ما جيش نسيبه يمشي يتصرف ياخذ بينالتي والبيبليك يسب وكذا. على كل انا ما زلت مؤمن وان شاء الله يسمع فيا جويني ما زلت مؤمن اللي قادر باش يعطي للترجي وقادر باش يسترجع ثقه الجمهور. تعتبره افضل من الخنيسي؟ ما نقارنش سي با لو ميم بروفيل جوار دو سيرفاس. جويني بوتيتر ان جوار دابوي يربح لك لي دويال بالراس والخنيسي بو معناها كيما في وقت ما لعبنا مالوريزمون اسبيرونس ما عادش تلعب افيك دو اتاكون. احنا كنا ديما نخدموا اون تونديم ديما في ان مارياج ريوسي زياد لمساني زيكو زياد يخدم زيكو لعب 13 ماتش في الرتور ماركا 13 بوت باش ماركاهم الكره الطاشه يربحهم زياد بالراس يربح الدويال نتاعو يجي يحط الكره في العالم الكل ما عادش دو اتاكون. علاش؟ سي ان شوا سي ان شوا. انا جو بيرسيست ا كروار كو لسبيرونس عندها ان سيستيم دو جو مخلوق الحاجه اسمها الترجي اللي هو 4-4-2 اون لوزونج افيك ان دومي معناها دو ريكوبيراسيون دو دومي دو كولوار ان ريجيسور اي دو اتاكون. لسبيرونس تون ايكيب داتاك تو ماركي دي بوت. اليوم كي تمركي معناها السيستيم دو كونتاج دو بوان 3-1-0 كي تعمل
اون فيكتوار تاخذ 3 بوان، تعمل نول تاخذ 1 0 ديفيت، تاخذ ديفيت تاخذ حتى شيء. انا جو بريفير فير اون فيكتوار اون ديفيت كو دو ماتش نول.